ماما من حكى على اني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مكان بتاع منو انا من منو يا سيك تعزو منك حاجه النهارده. ماما من حكى على الكلاب عشان امه من الجوز اللي فيها ترى من الجوز اللي فيها ترى يلا من الجوز ده ترى من يمشي وراها التحليل جاد لا مليش دعوه الزبوس على هادي انا لا لا انت يا بقى الجيش عندي انت يا جماعه انت يا والدكوره الدكورين والنتيات اي عمل بنظمه تعالوا جوزاكم يا جماعه باي يا جماعه انا احبكم واحبكم بصي بصي ده كان ماشي جنبي ولا النتاية ازاي انا قلت لكم النتاية دي حامل يلا مع محبوبة يعني بالدكر ده انا لسه جايب لها دكر النهارده جديد 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 ده جديد يا جماعه دكر جديد بس الجو حلو بس يا جماعه بص 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 بس الدكر ده الدكر ده حيده والدكر ده عايز يتجوز الدكر ده انا كنت طالعه مع الكلاب هنا جبت لسه جايب اول امبارح كنت طالعه اول جمله الصبح كنت اتجوز الجديد هو ربنا ربنا هو اللي رزقنا اهو يلا ده يلا ده يلا جوز ده يلا 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 امسك لك ايه ايه سبتك الذكر الكبير الذكرين دول يا جماعه عكا عمتاي الكلبه دي مش لاجي يا بيه الذكر ده مش لاجي بس يا جماعه بس عكا ازاي عشان متاي بس مش لاجي مش لاجي الكلب ده عجوز هو هاي لاجي يا بيه بس دوت اتجوز بقى بالزواج يا بصوا امسك يا لما شوفوا مين يحضن بعض يا جماعه امسك يا من الصبح على كده يا جماعه بس انت بدات الاول ده بجو صغير يا جماعه مش عارف الموت ده بس ده بجو كبير انت عايز اتجوز بس الدكرين يعقوا عليه بس يا جماعه نجيب له دكر تاني عشان مش عارف اتجوزه نجيب له دكر تاني من هي هيص بلدي يقول لها دخل من البلد وقاسي اتجوز ذا الكلب بطبول من عندنا يلا شوفوا مين يهزم مين يا ترى يا ترى شوفوا مين يهزم مين يلا يا ترى سيشيالا ستوب ستوب بس يا جماعه الدكر خاف وماشي. ده مش لاجي بس بس. شاطش جدع جدع يلا 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 يلا. اللي ده مش لاجي يا بيه اصلا بصوا اللي هو نط عليا اللي ده هو مش عارف يتجوزوا اصلا. يلا بقى روح انت عشان يتجوز كده انت يا بنات. هما اللي فين شكل بعض صح؟ ولا دوت شكله ودي شكله
اتجوز بقى. لا ازعل منك يتجوز. بس ما هو مش قد يتجوزها. هو خلاص كده مش اتجوز. كمان شوية. هي عايزة كمامة الكلب. من عوال كده كده. لا صعب مش قد عمل. نط يلا. نط على النساء يلا. هو مش عارف يتجوز. يا جماعة بقى خلاص يا جماعة حلقة كده وشلة ولايكوا ومشتت في بعض واشكراكوا اللايك رفعت ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا جماعة اعمل لكم مباشر وباشر وشوفوا احنا مباشر احلى طعمه ولا بتاع. سلام يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشكراكوا اللايك رفعت ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي يا جماعة.